يا اخواني اهل النار، الله يحرم هذه الوجوه على النار، قولوا امين. اذا دخلوا النار عندهم امنيات، اول امنيه يتمنونها من الله، ايش هي الامنيه الاولى؟ ربنا اخرجنا منها. وين الخروج؟ ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. ايش الرد يجيهم؟ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. ممنوع الخروج، انتهى، قضي الامر، ما راح يخرجون. يا رب اخرجنا، الجواب اخسؤوا فيها ولا تكلمون. الان عرفوا انهم ما راح يخرجون ابدا، يتمنون امنية ثانية، يتمنونها من خازن النار مالك، ما هي؟ ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال انكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. يا اخوان الثانية يقولون يا مالك اشفع لنا عند الله ان نموت، يرد عليهم بايش؟ انكم ماكثون، ما في موت. الامنية الثالثة، والله يا اخوان الامنية الثالثة تجعل الانسان، الامنية الثالثة تجعل الانسان يقول اللهم اعتق رقبتي من النار. ايش هي الامنية الثالثة؟ وقال الذين في النار، بالله يا شيخ مالك وانت تسمع، وقال الذين في النار. اخوان يطلبون هذا الطلب، هم الان في عذاب، يطلبون الطلب الثالث من بقية الملائكة خزنة النار. ايش هو الطلب؟ اسمعوا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يا اخوان بعد آلاف آلاف وممكن ملايين السنين ايش يتمنون؟ يتمنون إجازة واحدة، إجازة يوم واحد بس يتخفف عنهم العذاب، ومع ذلك ما يخفف عنهم، عذاب مستمر إلى ما لا نهاية. الأمنية الأولى ربنا أخرجنا منها، قال إنكم، قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. الثانية يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. الثالثة ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اسمع الرابعة، الرابعة ما يطلبونها من الملائكة ولا يطلبونها من الله، الرابعة يطلبونها من مين؟ تدري يطلبونها من مين؟ ينظرون لأهل الجنة ويطالعون لأهل الجنة فيطلبون منهم الأمنية الرابعة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، يبغون موية، أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الماء والرزق هذا، الأكل والطعام، الله حرمها على مين؟ على مين؟ الكافرين. مين هم؟ اليهود النصارى؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، لهوا ولعبا. الصفة الثالثة، وغرتهم الحياة الدنيا،
عقاب، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الحل، إيش هو الحل؟ ولقد جئناهم بكتاب، إيش هو الكتاب؟ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.